إذن ضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2022، شاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر منصتها في إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم في العالم، عددا من المشاريع والخدمات المبتكرة وأيضا المتميزة. أكيد من خلال استضافتنا للسيد ناصر أحمد العبدولي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بنتعرف أكثر على مشاركتهم وعلى أعمالهم المهمة. لذلك نرحب فيك أستاذ أحمد، شكرا على وجودك اليوم معنا. جزاك الله خير، مشكورين على هذه الدعوة الطيبة، ونحن إن شاء الله راح نكون معاكم وراح نبين كافة أعمال الهيئة في مجال مشاركة في فعاليات الإمارات تبتكر إن شاء الله. أستاذ ناصر، يمكن لما نتحدث على مشاركتكم من خلال معرض الإمارات تبتكر، أنتم كهيئة كيف المشاركة وما قدمتم؟ طبعا نحن في البداية خلينا نشكر قناة دبي وبرنامج معاك شبو على استضافة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتوضيح كافة المشاركات اللي قامت فيها الهيئة في هذا المجال. أكيد شرفنا، كلنا نكمل بعض. جزاك الله خير. الله يسلمك. طبعا دولة الإمارات حرصت دولة الإمارات على أن يكون في لها شهر في كل سنة في تنظيم فعاليات الابتكار على مستوى الحكومة وعلى مستوى الدولة ككل، سواء في مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. نحن حرصنا من خلال هذا الشهر على المشاركة في فعالية في الإمارات تبتكر في إكسبو من خلال 4 فعاليات رئيسية. الفعالية الأولى كانت عبارة عن معرض نعرض فيه أهم 6 مشاريع مستقبلية ابتكارية بالنسبة للهيئة. المشاركة الثانية كانت لنا في من خلال ورش تدريبية لمجموعة كبيرة من موظفين الهيئة في مجال التطوير والإبداع والابتكار وتعريفهم على أدوات الابتكار الحديثة. المشروع الثالث كان هو عبارة عن ورش عصف ذهني مع كافة الشركاء اللي زارونا من خلال المعرض، بحيث أن احنا نستنبط الأفكار منهم ونحولها إلى ابتكارات خلال المستقبل. وعلى هامش هذه المشاركة طبعا وقعنا العديد من الاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال تطوير وتحسين الخدمات في مستقبل خدمات الهيئة الاتحادية. نعم. زين، شو أهمية مشاركة الهيئة في هذا المعرض الضخم إكسبو 2020؟ الهيئة ممكن يعني فيها ميزة يمكن مش موجودة على مستوى كافة المؤسسات. الهيئة لها أثر على كافة فئات مجتمع دولة الإمارات، تتعامل مع المواطن وتتعامل مع المقيم وتتعامل مع الزائر. فنحن حريصين على المشاركة في كل الفعاليات، خصوصا إذا ما ارتئينا فعالية الإمارات تبتكر. الإمارات تبتكر نعرض فيها ابتكاراتنا الحديثة، وضروري جدا من خلال هذه الابتكارات نشارك الناس فيها، لأن في النهاية من اللي راح يستخدم هذه الخدمات؟ الناس. هم الناس. مجتمع دولة الإمارات اللي هي في الزوار والمقيمين والمواطنين، فبالتالي مشاركتهم هذه الأفكار وأخذ آرائهم والتطوير والتحسين على هذه الخدمات من خلال أخذ تفضيلاتهم ورغباتهم أمر مهم بالنسبة للهيئة الاتحادية للجنسية، وهذه تكمن أهمية المشاركة في هذا الأمر. يا سلام. نستغل وجودك كمدير إدارة سعادة المتعاملين وبنسأل شو هي الحلول الابتكارية اللي أنتم تقدمونها لسعادة المتعاملين؟ صراحة يعني إذا بنتكلم في هذا الوقت القصير عن الحلول الابتكارية اللي هي قامت فيها ممكن ما يسعفنا الوقت، لكن أهم 3 أشياء مثلا بنتكلم عنها. الهيئة وفرت تطبيق إلكتروني ذكي للمتعاملين دولة الإمارات ككل، بحيث أنك أنت تحصل على كافة الخدمات من دون ما تطلب زيارة المركز. يعني اليوم بإمكانك تجدد جوازك، بإمكانك تقدم على تأشيرة، بإمكانك تمدد تأشيرة، بإمكانك تضيف مولود جديد. كل هذه الأشياء من خلال خطوات بسيطة وتطبيق ذكي. هذه من أهم المشاريع اللي هي تساهم في تعزيز رحلة المتعامل بغض النظر عن أي إمارة يكون يتواجد فيها وين ما كنت أنت. التطبيق هذا أوكي على مستوى الدولة ككل. واحدة من أهم المشاريع اللي اشتغلنا عليها العام وطبقناها، حولنا تقريبا احنا عندنا 46 خدمة رئيسية. من 46 خدمة رئيسية عندنا حولنا 24 خدمة إلى خدمة استباقية. شو يعني خدمة استباقية؟ الخدمة الاستباقية هي الخدمة فعليا اللي أنت ممكن أنك تحصل عليها من دون طلبها. نأخذ على سبيل المثال أن 24 خدمة خدمة تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنين. الآن نحن على علم أن جواز سفرك انتهى أو بينتهي خلال أسبوعين أو خلال شهر، نرسل لك رسالة نصية فيها رابط. هذا الرابط يقول لك هذه البيانات كلها معبة بشكل متكامل، كل اللي عليك أنك تتأكد من صحة البيانات وتدفع الرسم. مجرد ما تدفع الرسم يوصلك جوازك خلال 24 ساعة إلى منزلك. مثل هذه الخدمة موجودة عندنا 24 خدمة من 46 خدمة، وفي عندنا خطة واضحة
24 خدمة المتبقية حيث نحن نحول خدماتنا في الهيئة الاتحادية كافة إلى خدمات استباقية. نعم طبعا كنا يعني خلف الكواليس جالسين نسولف مع أخونا ناصر ونقول له والله كان عندنا اعتراض الحريم على الصور صراحة مولوية، قال لي لا أبشري الحين تقدرين تسوين تحملين الصورة اللي تبينها. نعم نحن طال عمرك يعني لتلبية تفضيلات ورغبات المتعاملين شفنا كثير من الناس يعني يقول لك انت ليش صورنا 90% كلهم حريم صح؟ خلنا 90% منهم حريم بدل ما تصورنا خلنا نحط صوره، قلنا ما في مشكله. انتم عارفين اهميه بطاقه الهويه بالنسبه للدوله، اوكي بطاقه الهويه بطاقه مهمه جدا يعني صح. هي البطاقه التعريفيه الاولى بالنسبه للافراد سواء المواطنين او المقيمين، فبالتالي مواصفات الصوره طبقنا مواصفات الايكاو في الصوره اوكي، وعرضنا امكانيه انك انت تحط صوره من خلال التطبيق الالكتروني من خلال جهاتك الاستماره الالكترونيه اي قناه من قنوات الخدمه المتاحه ترفق الصوره اوكي وتقدم عمليه تجديد اوكي بطاقه هويه او استبدال بطاقه الهويه على حسب الوضع اللي انت فيه الان، وتستلم البطاقه في غضون 24 ساعه من خلال شركات التوصيل المعتمده هي الاتحاديه الهويه والجنسي والجمارك وامن المناطق. كلهم بيستانسون الحين خاصه الحريم بس كويس هي اللي قالته، لان يمكن اتذكر لما عملت الهويه حتى يوريني الصوره يقول ها عجبتك ولا نغير صراحه. وعلى الخدمات اللي تقولها هذا مو بسعاد بقدر ما انه دلع يعني صح. قاعدين يقدمون للناس صراحة خدمات حلوة خصوصا الاستباقية. خلينا نتكلم مشاركتكم يمكن 6 مشاريع شاركتوا فيها مستقبلية، لو تكلمنا عن أهمها أو شو طريقتها بتكون مثلا. نحن طال عمرك يعني أهم مشروع أوكي خلال المرحلة القادمة هو مشروع التعريف بهوية الأفراد عن طريق بصمة الوجه. الآن مثل ما أنت عارف يعني عندنا بطاقة هوية بإمكاننا نزور مثلا أي خدمة أي مركز خدمة أوكي أو نقدم مثلا على أي طلب من الطلبات نستخدم فيه بطاقة الهوية. الآن في عندنا مشروع التصديق الرقمي من خلال التعريف بهوية الأفراد عن طريق الفيشل ريكوجنيشن اللي هي بصمة الوجه، حيث أنك كنت أتعرف عليك أوكي من خلال بصمة وجهك المخزنة عندنا في قاعدة البيانات وأقدم لك الخدمة وأعرف شخصك وأقدم لك الخدمة دون الحاجة لطلب بطاقة الهوية. وهذا الأمر طبعا راح يخدم في المنافذ البرية وفي المطارات في المنافذ الجوية في المؤسسات القضائية لتعريف بهوية الأفراد عن بعد دون طلب بطاقة الهوية، وراح يكون له اثر كبير اوكي واحد من اهم المشاريع اللي شغالين عليها في المرحله القادمه. تسريع بعد وتسريع انجاز المعاملات. بالاضافه الى ذلك واحد كذلك من اهم المشاريع اللي تكلمنا عنها اللي هي خدمه تجديد جواز السفر، تكلمنا عنها هذه الان كذلك معروضه في معرض الابتكار. في عندنا كذلك التطبيق الذكي تكلمنا عنه. في عندنا خدمه اوكي اللي هي المحافظه على الامن المجتمعي، هي تتبع الشحنات والشاحنات. تتبع الشحنات والشاحنات هي مشروع اللي هي عبارة عن أجهزة لتتبع الشحنات والشاحنات مجرد دخول الدولة أوكي تتبعها لغاية خروجها من الدولة أو لغاية ما توصل للمكان اللي رايح. الهدف منها هو الحفاظ على الأمن المجتمعي أوكي في دولة الإمارات وتعزيز منظومة الأمن المجتمعي في تحت دائرة الجمارك هذه صح؟ ولا الهوية؟ نعم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. الجمارك هي إحدى إدارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. بنتكلم الحين كزائر، إيش رأيك في إكسبو؟ إكسبو جميل يعني أنا بس بعرض على موضوع إكسبو. يعني إكسبو أنتم عارفين إكسبو حدث عالمي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم جميل وتنظيم رائع ونجاح مبهر في ظل الظروف الراهنه. اما انا عن تجربتي الشخصيه طبعا انا يعني زاير اكسبو تقريبا يمكن اكثر من 20-30 مره يعني واروح امر في الاجنحه اللي موجوده جناح الاسجام وجناح الفرص، وصراحه يعني اللي عجبنا في عمليه التنظيم يعني نشكر صراحه اللجنه المنظمه القائمه على هذا العمل اوكي عمل جبار جدا يعني نجاح مبهر للجنه المنظمه ولدوله الامارات، وهذا ما بغيب علينا في دوله الامارات، نحن دائما متميزين في اخراج هذه المشاريع. اكيد اتمنى لك العافيه صراحه على تواجدك وشكرا جزيلا لك. الله يسلمك مشكورين الله يحفظكم ان شاء الله يا مرحبا.